بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله معاي أعزائي المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقاتنا الخير يبقى. أعزائي المشاهدين، في الحلقة الماضية تكلمنا عن الوقف المؤقت. طبعا إحنا قلنا الوقف المتعارف عليه أن يكون مؤبد، المؤبد أن يقف الواقف وقفة ويذكر فيه، إذا كان وقف مثلا أهلي يذكر فيه لأولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، إذا كان وقف خيري يذكر أن هذا الوقف سواء كان للفقراء المساكين ابن السبيل التعليم العلاج يذكر فيه فيكون مؤبد. هناك وقف مشترك بين الأهلي و الخيري، فيبدأ يقول والله لأولادي ما تناسلوا، فإن يعني توقف النسل يكون للفقراء والمساكين، هذا نسميه وقف مشترك. هذا كل تعارف عليه الناس أن يكون مؤبد. اليوم نكمل موضوعنا الوقف المؤقت. الوقف المؤقت اللي واحد يبي يقف أمواله، عمارة، بيت، دكان، أي شيء، أي شيء عنده، فيقول أنا أبي أوقفها لمدة سنة، إن الأموال هذه اللي تطلع الأجارات تكون لطلبة علم، للمساكين، للمعوزين، هذه الأجارات بعدين ترجع بعد السنة لي كمالك. هذه الصورة طبعا الفقهاء تكلموا فيها، فالحنفية ذهبوا إلى بطلان الوقف إذا اشترط الواقف أن تعود ملكا له، بحيث أنهم قالوا لو اشترط أن تعود ملكا له فهي تكون وقفا مؤبدا لا وقفا مؤقتا. أما المالكية فلهم رأي طيب، و في هذا الوقت وفي هذا الزمان إحنا نحتاج إلى رأي المالكية، أولا لحاجة الناس ولتنوع الأوقاف في هذا الزمان. المالكية ذهبوا إلى أن الوقف المؤقت يقع صحيحا سواء كان الوقف قصيرا أم طويلا، وكان مقيدا بمدة زمنية، مثل لو قال أوقفت بستاني هذا على الفقراء لمدة سنة، فهنا يقولون المالكية أنه يقع وقفا مؤقتا ويصح. نأتي إلى الشافعية. الشافعية لهم أقوال في هذا الموضوع. القول الأول يرون أن الوقف لو قال وقفت عليك سنة لم يصح، أو لو قال وقفت هذا الوقف لمدة شهر فهذا لا يصح، لأن الوقف بالنسبة لرأي الشافعية يقع على التأبيد. أيضا ذهب أبو العباس بن سريج اللي ذكرنا أنه من فقهاء الشافعية من انضم إلى رأي المالكية. طبعا إحنا نقول آراء الفقهاء إما أن يكون جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء يعني أكثر الفقهاء ذهبوا إلى رأي وخالف من بينهم المالكية. في هذا الموضوع جمهور الفقهاء لهم رأي وخالف المالكية، وقول لأبي العباس بن سريج اللي هو من فقهاء الشافعية، فقال أنه إن أضاف إلى رأي المالكية صحة الوقف المؤقت وأنه ينتهي بانتهاء المدة المعينة لذلك الوقف. طبعا وجهة نظر ابن سريج أنه قال لما جاز أن يتقرب بكل ماله وببعضه
جاز له أن يتقرب به في كل الزمان أو في بعضه. يعني واحد قال أنا هذه العمارة كلها وقف، بإمكانه يصح بالنسبة له أن يقول أنها وقف لمدة سنة، فبما أن يجوز الوقف بالمال إلى الأبد كذلك أو إلى وقت معين، كذلك يجوز أن يحدد وقت لهذا الوقف. أما القول الثالث عند الشافعية، إحنا قلنا الشافعية لهم ثلاث أقوال، القول الثالث للإمام النووي ومن تبعه جاء في كتابه روضة الطالبين أن الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتوقيت، وهذا بنى قولهم بصحة الوقف وببطلان الشرط. يعني الوقف صحيح لكن الشرط يبطل. أما الحنابلة فاشترط الحنابلة في الوقف أن يكون مؤبدا، فلا يصح الوقف المؤقت سواء وقفه شهرا أو سنة أو ما إلى ذلك. طبعا الحنابلة عللوا كلامهم بأن الوقف ما هو إلا إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجز إلى مدة كالعتق. يعني لو واحد عنده عبد وقال له أنت حر لوجه الله، فالحنابلة قاسوا أن ما يصير يقول أنت حر لوجه الله لمدة سنة بعدين ترجع عبد، فهم قالوا على العتق، الذي يعتق الشخص اللي عنده يعتق إلى الأبد فما يصير وقته بمدة معينة. كذلك الوقف قاسوا كذلك الوقف، بما أن أنت تريد أن تقف فيجب أن يكون وقفك مؤبد. طبعا هذه أقوال الفقهاء، نأتي إلى الراجح منها. طبيعي لما نقول إحنا الراجح، وجهة النظر مثل ما قلنا مختلفة بين الجمهور وبين المالكية وابن سريج من الشافعية. أولا إحنا متفقين والفقهاء اتفقوا على أن وقف المسجد والمقبرة يكون إلى الأبد، ومثل ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت أن إحنا في البلد في الكويت المقبرة الدولة حاطتها، زمان ما كانت الدول هي اللي تحط المقابر، كان يأتي شخص عنده أموال فيشتري أرض فيجعل هذه الأرض هي مقبرة ويقفها لوجه الله سبحانه وتعالى. فما دام أوقف هذه المقبرة لوجه الله هني ما يصير يرجع عنها، فيجب أن تكون مؤبدة. كذلك المساجد إذا أوقف مسجد لوجه الله يكون مؤبد، هذا لا خلاف فيه عند العلماء. أما الخلاف بينهم في التوقيت على أشياء ثانية، مثل ما قلنا البساتين اللي هي الحين اليوم احنا نسميها مزارع، الدور اللي احنا نسميها البنايات والعمارات والبيوت، أي وقف ممكن الواحد يفكر مجمع، ممكن واحد يقول أنا المجمع هذا اللي قاعد تيني منه أرباح وأجارات أنا أبي أوقف هذا المجمع لمدة سنة، بحيث أن هذه الأموال لما تطلع من عندي تروح لطلبة العلم، تروح حق المساكين، تروح ويحدد المصرف. يعني شرط الواقف إحنا مثل ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، شرط الواقف كنص الشارع، أي ما دام يطبق في شرع الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نطبق شرعه. فهني أنا بالنسبة لي أشوف أن لما نأخذ برأي المالكية وسعنا على رجال الأعمال، وسعنا على الناس المتوسطين، وسعنا حتى على الإنسان الذي لا يملك إلا الشيء البسيط، فهو يقول أنا ودي أقف، ودي أدخل في الوقف، ودي لكن ما عندي. اليوم لو قلنا له أنك أنت تقدر تقف هذا الشيء لمدة شهر عند دكان بسيط يطلع له ربح بسيط، قال والله أنا الربح البسيط هذا اللي طلع لي أنا ودي أقفه شهر كل يوم يطلع لي مثلا طلبة علم، هني أخذ الأجر ودخل في الوقف، وبالعكس
استفاد الناس. احنا اليوم حاجز الناس متعددة. انا ما اقدر اقول زمان يقولون لطلبة العلم، لا، اليوم انا عندي اكبر من طلبة العلم، انا عندي ناس تحتاج الى زواج، ناس تحتاج الى سكن، ناس تحتاج والحاجات كثيرة الى علاج مرضى. فنفتح الباب حتى لو كان الوقف مؤقتا، ونأخذ برأي المالكية ونيسر، فالدين يسر وليس عسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب الخير، وأن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.